في شيء في معتك؟ هاي القصاصة تنوم سبي هناك يم القادة قلاهي في أمر من سيد الوزير. مالش هذا وجرح؟ الشهداء والجرحى. قصاصة؟ إيه. أقول هذا من سيد الوزير تنوم سبي. بصراحة القصاصة. لأن هناك ترى أنا أهدد فيك. هدد ما لك. والله راح للوزير راح للوزير الله شاهد. خليت القصاصة. محمد شهاد محسن. محمد شهاد محسن. قسم الشهداء والجرحى حالة إنسانية وزير الداخلية. أيوة هذا. أي واحد أشياء طلع فيها. أنا سمعت.